السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم في هذا الفيديو غادي تعرفوا معايا المعايير ديال توزيع الأساتذة الجدد، وبالخصوص هذا العام فوج 2021، يعني غادي نعرفوا شنو هما المعايير اللي كيعتمدوا باش يوزعوا هاد الأساتذة. بلا شك اي استاذ واستاذه كما كان غادي يكون شاف هاد الصوره قبل ما يعمر التعيين ديالو لاول مره في حياته. هاد الصوره في الاول كتبان بانها مبكيه وفي نفس الوقت مضحكه، يعني انك هاد الصوره بحال كاين واحد المدفع، يعني هاد الاساتذه الجدد غادي يداروا في مدفع وغادي يترماو في البلايص الخايبين اللي بقاو، يعني في الدواوير والاقاليم اللي خايبه وصعيبه بزاف. لكن خصنا نعرفوا بانه جميع الاساتذه والاستاذات مروا من مجموعه من المراحل باش يوصلوا لهاد الخدمه. دوزتي الكتابي، دوزتي الشفوي باش تدخل لهاد المهنه، مشيتي للمركز ودوزتي عام ديال التكوين، من بعد دوزتي امتحانات ديال استيفاء المجزوءات وغادي تخرج ان شاء الله وغادي تعين في واحد المنطقه ولا في واحد الدوار ولا في واحد الجماعه. ممكن تكون صعبه وفيها ظروف صعبه، لكن يجب ان تكون لك رساله، يعني باغي تنقذ داك ولاد داك الدوار من داك الحاله ومن داك الضعف ومن داك الفقر. يعني انت كاستاذ خصك تشد بيد التلاميذ والتلميذات ديالك باش ان شاء الله يكونوا قدوه للاجيال المقبله ان شاء الله. اذا التلميذات والتلاميذ غادي تعتبرهم بحال وليداتك وغادي تشوف فيهم بعين الرحمه وتشد بيديهم ان شاء الله باش يوصلوا لبر الامل. إذن كما كنعرفوا بأنه عند اقتراب نهاية كل سنة تكوينية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين تطفو على السطح مجموعة من الأسئلة والإشاعات والأقاويل فيما يخص طريقة توزيع وتعيين الأساتذة الجدد. يعني ملي كدوزو داك التكوين ويتسالى العام ديال التكوين في المراكز الجهوية كيبداو الأسئلة والإشاعات والأقاويل بخصوص كيفاش غادي نتوزعو حنا كأساتذة، يعني كيفاش غادي يتم التعيين ديالنا. يعني من بين الاسئله اللي كتطرح كيفاش كيكون التعيين، شنو هما المعايير اللي كيعتمدوا، واش كيسبقوا الالتحاقات بالزوج، واش كيسبقوا البنات على الدراري، الى غير ذلك. مجموعه من الاسئله كتطرح، انا غادي نجاوبكم في هذا الفيديو على جميع الاسئله وغادي نذكر لكم المعايير اللي كيعتمدوها في توزيع وتعيين الاساتذه الجدد. إذن هنايا مسطرة تعيين الأساتذة الجدد خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، شنا هي المسطرة اللي كيعتمدوا في التعيين ديال هاد الأساتذة الجدد اللي هما خريجي المراكز الجهوية. إذن يتم إسناد المناصب الشاغرة وفق المعايير التالية. إذن هنايا كتباراو نتوما كأساتذة جدد على ماذا؟ على داك المناصب الشاغرة في الإقليم. مثلا واحد المؤسسة معينة باقي فيها الخصاص ديال جوج أساتذة، غتباراو عليها جميع الأساتذة اللي دفعوا لداك المؤسسة، صافي. إذن هذاك كيتعتبر منصب شاغر، مزيان. إذن من بين المعايير، المعيار الأول، دائما المعايير راهما في تراتبية، الأول الثاني الثالث والرابع، كاين أربعة ديال المعايير. المعيار الأول الأولوية لطلبات التعيين الخاصة بالمرتبين الأوائل في حدود نسبة 40% من عدد الخريجين والخريجات حسب التخصص. ما معناه؟ أنه الأولوية كتكون ماذا؟ للطلبات ديال التعيين، يعني داك الناس اللي طلبوا أنهم يتعينوا في واحد البلايص، ولكن غادي نعطيهم هاد البلايص. علاش؟ حيت عندهم النقطة، حيت جابوا نقطة مزيانة في داك الامتحان ديال استيفاء المجزوءات. والنسبة ديال هاد الأساتذة اللي غادي يستحقوا هاد الأولوية هما 40% من المترشحين، صافي؟ كتكون النسبة ديال الاستحقاق كتسمى. ثانيا المعيار الثاني، طلب التعيين قصد الالتحاق بالزوج او بالزوجه، يعني الاستاذه المتزوجه عندها مثلا راجلها ديجا خدام في التعليم، اش كدير؟ كدير التحاق بالزوج، يعني كتعمر المؤسسه ديال الزوج، مؤسسه عمل الزوج، صافي. كترفق الملف ديالها او الطلب ديالها بواحد العقد ديال الزواج، كذلك بالطلب ديال الالتحاق بالزوج. هذا معيار ثاني كيسبقوه على المعايير الاخرى. المعيار الثالث وهو طلب التعيين المتعلق بالخريج المتزوج او الخريجه المتزوجه. اذا هنايا استاذ متزوج او استاذه متزوجه كيكون عنده الافضليه على استاذ عازب او استاذه عازبه، صافي، كيكون عندهم افضليه. يعني خصك ترفق الملف ديالك بانك متزوج، يعني ترفق الملف ديالك بواحد العقد ديال الزواج مثلا. رابعا عندنا طلب التعيين المتعلق بالخريجين غير المتزوجين،
مع إعطاء الأولوية للإناث في إطار التمييز الإيجابي. مزيان، هذه النقطة الرابعة ولا المعيار الأخير، فيها غادي نميزوا ما بين الأساتذة والأستاذات الغير متزوجين، يعني العزاب، الأستاذة العازبة والأستاذ العازب. مزيان، كيفاش غنميزوا؟ هنا في هذه الحالة مثلا نعطيكم مثال، مجموعة مدارس الفلانية أو لا الثانوية الإعدادية الفلانية أو لا الثانوية التأهيلية الفلانية، خصها مثلا أستاذ واحد، يعني واحد البوست، وأنا عندي جوج ديال الأساتذة كيتباراو، أستاذة عازبة وأستاذ عازب. هنايا غادي نفضلوا اطار التمييز الايجابي، غادي يتم اختيار الاستاذه بدل الاستاذ. لماذا؟ لان الاستاذه انثى والاستاذ ذكر، يعني في اطار التمييز الايجابي كنختاروا الاناث بدل الذكور. صافي، اذا هادو هما المعايير اللي كيتم بهم تعيين الاساتذه الجدد خريجي المراكز الجهويه للتربيه والتكوين. اولويه دائما للاستحقاق حدود 40%. ثانيا، طلب التعيين قصد الالتحاق بالزوج، الالتحاق بالزوجه او الالتحاق بالزوجه مهم جدا. ثالثا، طلب التعيين يعني للخريج اللي هو متزوج او لا متزوجه. رابعا واخيرا، يعني الطلب ديال التعيين اللي خاص بالعازبين بالنسبه للذكور وبالنسبه للاناث، لكن مع افضليه نوعيه في اطار التمييز الايجابي للاناث. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، وفقكم الله وسدد خطاكم، اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مساركم المهني. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.